أكدت الحكومة أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين والعمل على تحسين مستوى معيشتهم، فقد تم تخصيص أكثر من نصف إيرادات الدولة المتوقعة بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل للإنفاق الاجتماعي على الدعم والحماية الاجتماعية والتنمية البشرية. وأضافت الحكومة أنه تم استيفاء نسب الاستحقاق الدستورية للصحة ب 496 مليار جنيه، والتعليم قبل الجامعي ب 565 مليار جنيه، والتعليم العالي والجامعي ب 293 مليار جنيه، والبحث العلمي ب 140 مليارا و100 مليون جنيه. وأكدت الحكومة أنه تم تخصيص 635 مليارا و900 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في موازنة العام المالي الجديد، مقارنة ب 532 مليارا و800 مليون جنيه تقديرات متوقعة للعام المالي الحالي بمعدل نمو يقدر ب 19.3%. أعلنت الحكومة توريد نحو 1,800,000 طن قمح محلي من المزارعين منذ بدء موسم الحصاد في 13 من شهر أبريل الماضي وحتى الآن. وأكدت الحكومة استمرار نقاط التخزين في استلام المحصول من الموردين خلال إجازة شم النسيم، منوهة بأن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي لثلاثة أشهر. ذكرت وزارة المالية السعودية أن المملكة سجلت عجزاً في الميزانية قدره 12 مليار و300 مليون ريال في الربع الأول من عام 2024، وهو ما يوازي 3 مليارات و300 مليون دولار. وأضافت الوزارة أن الإيرادات النفطية بلغت 181 مليار و800 مليون ريال في الربع نفسه، فحين بلغ إجمالي إيرادات السعودية 293 مليار و400 مليون ريال في الربع الأول، بينما بلغ الإنفاق العام 305 مليارات و800 مليون ريال. أغلقت أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع بقيادة البورصة القطرية بعد أن عزز تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة في أبريل أمال خفض أسعار الفائدة الأمريكية مبكرا. وارتفع المؤشر القطري الرئيسي بنسبة 0.8% بعد خسائر لثلاث جلسات متتالية، وكان أداء جميع القطاعات إيجابيا. كذلك صعد المؤشر السعودي بنسبة 0.2% للجلسة الثانية على التوالي، مدعوما بمكاسب في قطاعات التمويل والصناعة والسلع الاستهلاكية والطاقة. ارتفعت صادرات الصين من الهواتف الذكية بنسبة تقدر ب 6.5% على أساس سنوي لتبلغ 69 مليون و300 ألف وحدة خلال الربع الأول من عام 2024. كما شهد السوق الداخلية أرقاما أفضل من المتوقع، خاصة وأن احتفالات العام القمري الجديد في الربع الأول من العام حفزت من مستوى الطلب على الأجهزة المنخفضة والمتوسطة السعر. نهاية أخبار الاقتصاد، وأعود إليكم مرة أخرى أدا وفاطمة. شكرا ميرنا إيهاب على هذه الوقفة الاقتصادية.